وهذه قراءة: يا عزيزي برج الأسد الشمسي والقمري والطالع والزهرة والكواكب الأخرى إذا كنتم تعرفونها كذلك. ماذا أيضا؟ أشكركم كثيرا على كلماتكم الجميلة، شكرا لما ترسلون لإيمان من ذبذبات عالية ومن حب ومحبة، شكرا بخلكم. أتمنى لكم الخير من أعماق قلبي، أتمنى لكم السعادة والسلام دائما يا ربي. لنبدأ، أتمنى لكم حظ سعيد، حظ سعيد يا ربي الحبيب. أنت يا عزيزي برج الأسد، أنت ملك العطاء، أنت الكرم، وكذلك أنت ملك حساس وملك نبل. أنت، هي قراءات للنساء والرجال، ما تنسوش، أنت نبيلة، أنت أمير النبل وأنت أميرة النبل، نبيل ونبيلة دائما، وعلى مستوى عال جدا من المبادئ والأخلاق. لكن الأسود الذين يتواجدون في هذه القناة، أنا أعرف أنكم سلاطين النبل والصدق. أنتم أرواحكم عميقة جدا، لديكم حسن الظن بالآخرين، ترى الخير في الناس دائما، لا تحكم على الناس مهما فعلوا. يا أيها الناس اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. والمسيح يقول في الإنجيل: ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en tu ojo. أترجم: أنت ترى القش في عين أخيك ولا ترى الخشب في عينك. وأنت هذه الأشياء تطبقها، لا تقولها، تطبقها، لأنه طبعك هكذا. أنت مستوى ودرجات روحانيتك عالية وسامية، وترى الحياة بعيون القمر، ترى الحياة كما ينظر القمر إلى الأرض بنقاء وإعجاب، لا تفسير له، وتعيش الحياة، تعيش كل دقيقة من حياتك بحماس وشغف عجيب، لأن الحياة كتاب عجيب تكتب صفحاته بمحبة، بإيمان وسلام، وتحب رؤية الجهة الجميلة، الجهة الحسنة، الجهة المشرقة والمتلألئة من الحياة. لذلك عندما تفتح الأبواب والنوافذ، تدخل الملائكة، تدخل الملائكة وتحظى بالرعاية الملائكية بالرعاية السامية المقدسة. ما أجملكم! لا يمكنني وصف مدى اشتياق هذا الحبيب بالكلام، هذا يشتاق إليك لدرجة أنه يعجز حتى عن التفكير. أراه واقف مثل التمثال، أحيانا يتكلمون معه ولا يستمع، لا يسمع أصواتهم. ربما هو يقوم في بيته، في حياته، بشيء معين، فيترك ذلك الشيء، شيء لا يكمل عمله، ويبدأ شيء آخر، ينتقل من مكان لآخر، متوتر بزاف، مضطرب، نيرفو، وسريع الانفعال، مضطرب بزاف، سريع الانفعال وسريع العصبية، هكذا أراه. رغم أن هذا الحبيب عادة هو إنسان هادئ، هذا الحبيب لا يعبر عن ما في داخله، مع أن ما في داخله أجمل ما رأيته في القراءات. يعني هناك رابط قوي، صلة روحانية قوية. الله، شوفوا على كارتات كم هي جميلة. هذا حب غير عادي. هذا الحبيب يتمزق ألما. لماذا؟ لأنه يكتم المشاعر، يكتم هذا الحب. لكن أنت رأيت دلائل عشقه وانجذابه، رأيت اللهفة في عينيه، أنت ربما ظهرت في حياة هذا الحبيب في وقت غير مناسب. إذا نحن ربما نتكلم عن توأم الروح والشعلة،
ظهرت في حياته في وقت غير مناسب، يعني إعصار وطوفان في حياته، لكنه لا يمكنه مقاومة قوة الجذب العاطفي والروحي. هذا يتمزق مسكين ألما، لأن من جهة أرى أن قربك عذاب وبعدك أشد عذاب. بالنسبة لهذا الحبيب أنت ربما ممنوع، لكن أراه هذا الحبيب عندما يكون بقربك أنت تعرف أنه يحبك، يقوم بأشياء غريبة، يتقرب منك كثيرا، ينظر إليك كثيرا، لا يبعد البصر ولا النظر، ويراك من وأنت قادم من الصين، يعني عنده الرادار في عينيه. وعندما يكون بقربك يفعل أشياء غريبة، يعني بدون شعور، لأنه يحبك، لكن لا يمكنه الوصول إليك، لا يتجرأ لأنك ممنوع، لأنك ممنوعة، هو يظن أنه حب مستحيل. لكن عندما يكون بقربك ربما يلمس يدك بدون شعور، أو ربما يلمس خصرك بدون شعور، يفعل أشياء يعني يفعلها المغرم بدون شعور، وأنت تعرف، يعني ترى الحب في عينيه، تفضحه تصرفاته، تفضحه. هذا الحبيب كما قلت يتعذب ويتمزق بسبب صمتك كذلك، وهو يبحث عنك. ربما أنت ليست لديك صفحات تواصل، وإذا كانت لديك فأنت لا تنشرين أي شيء، يعني أنت لست نشيطة، لا تنشرين أي شيء، في صمت، صمت في صمت، صمت في صمت في صمت. أما أنت كما رأيت في الرسائل، أنت تقومين بتنظيف طاقتك كما قلت في البداية من النفايات. أراك إضافة إلى أنك متعددة المهارات، أنت تفعلين أشياء جديدة وأشياء مختلفة، ربما تقرأين كثيرا كتب، تكتبين قصائد شعرية، تقومين بطهي أطباق جديدة صعبة، أو طهي حلويات تتعلمين، أو تقومين بالطرز أو نقش الحناء، يعني أشياء، أو رياضة، أو في البيت، تقومين بأشياء متعددة. هذا الحب الذي أراه حكاية ليس لها لا بداية ولا نهاية، هذا حب وشغف أزلي، هذا توأم الروح والشعلة، حب كما قلت وشغف أزلي وخالد، مكتوب في عقد كوني، لا يمكنكما قطع هذا الحبل السحري والسماوي الذي يربطكما. أريد أن أرى ماذا سيحدث؟ رأيت يعني ما نوع العلاقة وماذا يحدث بينك وبينه؟ يفكر كثيرا، يفكر ليل نهار، لا يمكنه حتى التركيز في حياته، يفكر في هذا الحب ليل نهار. يحبك في السر، تحبه في السر، توأم روحك، توأم شعلتك، وهذا الحب محمي من طرف الحماية، يحظى بحماية ورعاية ملائكية كذلك. هذا الحب يسيطر على مشاعره، لكنه لا يمكنه مقاومة هذا الانجذاب المغناطيسي السماوي القوي جدا، يتمزق. عنوان، لا أدري ماذا سيكون العنوان، لكن أنا أرى أنه يتمزق هذا الحبيب. أنت نبضات ودقات قلبه، أنت شمس صباحه، وفجأة اختفت هذه الشمس، اختفت من حياته، هذا توأمك، شعلتك، الآن يدرك قيمتك. قيمتك لماذا؟ لأنه شرب قهوة روحية واستيقظ، استيقظ، وهذا هذا توأمك، حبيبك، شعلتك يعود،
رغم أنه لن يتكلم عن مشاعره، لكنه دائما يعود بجانبك، دائما في حياتك. لذلك لا تهربي منه ولا ترفضين، لا ترفضينه، واستقبليه بحب وسلام، وقدري وافهمي وضعيته، فهو مسكين يعاني أيضا. قراءة عميقة، لكن قراءة أرى هنا العواطف، العواطف ومعاناة وتمزق من طرفك ومن طرفه، كثير من المعاناة. لذلك نصيحة إيمان، غادي نقول لكم كلمات، أجمل كلمات يمكنكم أن تسمعوها، ليست كلماتي أنا بل كلمات إلهية قرآنية. أسجد واسجد واقترب. لماذا أقول لكم هذا؟ هذا العام 2020 عام توحد واجتماع كل توأم بشعلته. عام 2000، شوفوا فين هي، 2020 هي في الحقيقة 2 2 1 1 1، يعني الرقم الإلهي الملائكي. هذا الرقم المتكرر هو رقم توأم الشعلة، وربما أنت ترى كثيرا هذا الرقم. لذلك أدعوكم بالكثير من الدعاء، الدعاء، الدعاء هو السر، الدعاء والإيمان. إذا كان هو حقا توأم شعلتك، وعادة عندما يكون الإنسان في يعني في علاقة مع توأمه مع شعلته، هو يعرف ذلك، لأنه غير يعني حب غير عادي لا ينساه أبدا. العلاقات الأخرى العادية عندما يحب يمكنه أن ينسى بعد مرور الوقت، بعد مرور الزمن، لكن توأم الشعلة ليس هناك نسيان. لماذا؟ لأنه أنت، هذا هو أنت، وأنت هو هو، تفهمون؟ يعني لا يمكن فصلكما بأي طريقة، يعني مستحيل، لأنه قلبك في الحقيقة، لأنه روحك، لأنه مرآتك، والعكس هو الصحيح، هو كذلك. لكن المخاوف والمشاكل حياته والعائلة، إذا المهم العوائق والاختلافات تجعله يهرب، وأحيانا أنت كذلك تهرب، لأن العذاب، لأنه حب مؤلم وأوجاع، لكن أوجاع وحب متبادل. لذلك يجب أن تعطف عليه، فهو كذلك يعطف عليك. أسجد واسجد واقترب، كما قلت، هذا العام عام توحد واجتماع توأم، كل توأم بشعلته، لأن هذا العام هو عام 2020 هو الباب السماوي. أصر الكثير والكثير من الدعاء، واسجد واقترب، والحمد والشكر، الشكر لله والحمد لله، الكثير من الحمد والشكر، لكن من قلوبكم. يجب أن تشعروا بأن الله معكم، سمع الله لمن حمده. تحرر من المخاوف واستسلموا لنقاء الحب السماوي، فالرأفة السماوية ستقوم بعملها، خاصة هذا العام العجيب. أنت وحبيبك تسافران في نفس القطار، هذه رحلة روحانية ستنتهي بالتوحد والزواج للكثير منكم إن شاء الله. محطتكما محطة واحدة، ستصلان أكيد. الله يريدك سعيد، فابتهج وافرح أرجوك. لنرى ما هي هذه اللي لا مهم، هذه رؤية. كن إيجابي، ويجب أن تكون لديك رؤية إيجابية، وأن تتصور نفسك وهذه المرحلة التي تمر بها، لكن أن تتصورها وهي محاطة بهالة الحب الإلهي. وتقول وتأكد من أن تفعل ذلك مع نفسك، يعني تصور نفسك في هالة حب روحية، أو تصور نفسك مع هذا الحبيب، مع حبيبك وشعلتك، وتحيطكما هالة روحانية، هالة سماوية. حبك لديه قوة التأثير والتغيير، وتغيير وتغيير الأشياء التي ستحدث، لا عفوا،
حبك لديه قوة تأثير وتغيير الأحداث التي أحداث المستقبل. هذه كانت الرسالة، وأعتقد أنها رسالة قوية كذلك. أتمنى لكم الخير والسلام والكثير والكثير من الفرح والسعادة إن شاء الله، وليجمع كل توأم بشعلته إن شاء الله يا رب الحبيب. كان بغيكم وأحبكم كثيرا.